كله عمال يقول الموضوع ده. خلاص احنا نأجل الجواز بقى خلاص يعني. لا انا خايف لحسن يحصل حاجة تانية والله، بس مش عارف. ما عشان بعد كده بعد ما فاضل بتاع في كام حاجة وعشرين يوم، بس الظروف صراحة يعني مش عارف كلها. لا لا والله مش عشان كده، بس انت عارفة يعني هيبقى بقى ايه، كله هيقول بعد كده شوف سبحان الله السنة اللي حصل فيها كل الحاجات دي، كل الأموات دول ماتوا في السنة دي سبحان الله، أنا أتجوز فيها سبحان الله.